ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم فيديو جديد كده للاطفال، حلو جدا. وهو طريقه عمل الصلصال بطريقه سهله بمكونات موجوده في البيت من غير مواد حافظه. الالوان عايزه اقول لكم موجوده في البيت، مش هتتخيلوا انا عملتها بالوان ايه. بجد هتتبهروا بالالوان اللي انا حطيتها عليها من غير بقى الوان ما نشتريها من بره ولا اي حاجه. تعالوا بقى نبدا كده ونقول بسم الله. اول حاجه معايا كوبايتين ميه، كوبايتين من الدقيق، كوبايه ملح، ومعانا طبعا خل ومعانا زيت. بس في تركيه احنا عملناها في المكونات دي، انتوا طبعا هتغيروها، هقول لكم عليها في خلال ما احنا بنضيف المكونات عشان في حاجه كده صغيره احنا غلطنا فيها، بس هقول لكم عليها. بصوا بقى، ضفنا كوبايتين من الميه وبعد كده ضفنا عليها كوباية ملح، وهنبتدي بقى نقلب كده كويس. وزي ما قلت لكم المقادير: كوبايتين مية، كوبايتين دقيق، كوباية ملح، خل وزيت. الزيت طبعا ربع كوباية والخل نص كوباية، بس احنا هنا عملنا العكس، حطينا نص كوباية زيت وربع كوباية خل، لكن هو المفروض ربع زيت ونص خل، تمام كده؟ عشان بس اللي حابب يعملها ما يعملش زينا ويتلخبط. هي المفروض ربع كوبايه زيت مش نص كوبايه زيت، حتى انتوا هتلاقوها بتلمع شويه كده عشان الزيت كتير شويه، لكن هو ربع زيت ونص خل، تمام كده. خلاص بقى دوبنا الملح علشان ما يبقاش فيه تكتلات، وبعد كده نزلنا بالخل وبالزيت وهنبتدي نقلب كويس بالشكل ده. بصوا انتوا تحسوا ان الملح ما دابش شويه، بس هو طبعا هيدوب مع الدقيق والكلام ده كله علشان خاطر ما يعملش تكتلات، لان لو احنا ضفنا الملح بعد كده مش هيدوب، فلازم يدوب مع الميه الاول. ضفنا بقى الدقيق زي ما انتوا شايفين، وهتديك قوام زي عجينه الكريب كده. هنبدا بقى نقلب كويس، نقلب كويس بالشكل ده لحد ما تحس العجينه بقت سايله في ايديكي، وبعد كده هنرفعها على النار. اهو قلبنا، يلا بينا بقى عشان نرفعها على النار كده مع بعض. رفعناها بقى على النار زي ما انتم شايفين كده، وهتبتدي تتقل معاكم، وطبعا ايدينا فيها هنفضل نقلب كويس لحد بقى ما تعمل ده. هتلاقوها عملت كتل كده، كل ما تقلبوا وتجيبوا من تحت هتلاقوها كده كتلت معاكم لحد ما بقت عجينه متماسكه. طيب اول بقى ما نلاقيها سابت الحله كده بقت ماسكه نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى كده خلاص هي استوت. بصوا بقى ما فيهاش مواد حافظه، امنه جدا على الاطفال. ممكن بقى تضيفوا برفان لو طبعا عندكم اطفال طبعا كبار شويه، مثلا اللي هم من 6 سنين او 5، بس انا طبعا مش هضيف برفان علشان عندي كرمة طبعا لسه صغيرة، فمش هضيف برفان. بصوا بقى دي كده الوان طبيعية من عند العطور، انتوا ممكن تستغنوا عنها وتعملوا بقى الوان من البيت زي ما انا ما هعمل كده، هتشوفوها بطريقة حلوة جدا جدا جدا. بس انا الاول هعمل ايه بقى؟ هقسم الاول العجينة زي ما انتوا هتشوفوها كده، بس سبتها تبرد طبعا شوية، وبعد كده هقسمها بقى. بصوا عاملة ازاي، بصوا اصلا قوامها عامل ازاي اهو بالشكل ده. انا قسمتها على 5 قطع، وتعالوا بقى هوريكم بقى الالوان اللي انا هضيفها، الوان طبيعية جدا ومن البيت عندنا، والله العظيم بجد مش هتصدقوا ايه الحاجات اللي احنا حطيناها وخلت الالوان بالمنظر ده. يلا بينا بقى نشوف الالوان اللي ضفناها. بصوا اول حاجه معانا قهوه، القهوه اللي بنعملها في البيت القهوه العاديه دي، خدت منها معلقه كده او معلقه ونص يعني حسب العجينه اللي معاكي. بصوا هنفضل بقى نقلب كده لحد ما تدينا اللون البني كده بقى. دي بصوا حاجات طبيعيه من البيت تحفه جدا. وبرده بصوا بقى عايزه رايكم إيه لما تشوفوا الفيديو ده، عايزه رايكم بقى وتقولوا رايكم ايه بالنسبه للالوان اللي احنا ضفناها وحطيناها. بس زي ما قلت لكم خلي بالكم الزيت، احنا حطينا نص كوبايه، هي المفروض كانت تبقى ربع كوبايه، والخل هو اللي نص، تمام. بس بقى زي ما انتم شايفين خلاص بقى لونها بني كده وجميل. ممكن بقى تضيفوا ايه بدل القهوه لو ما فيش قهوه؟ تضيفوا كاكاو، كاكاو خام كده البني الغامق قوي ده، تدفوه هيديكوا برضو نفس النتيجه، وهيبقى طري جدا. وزي ما انتم شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الالوان اللي هنعملها تاني، برضو الوان طبيعيه ومن البيت. اهو جبنا بقى حته عجينه تانيه، وجبنا بقى كركم. بصوا
ده كركم، ضفنا طبعا الكميه المناسبه للعجينه اللي معانا. طبعا انا ما قلتش مقدار، او يعني ايه، انتوا شايفين انا حطيت مقدار قد ايه، بس المقدار اللي انا حطيته ده يناسب العجينه اللي انا عاملاها او الكميه بتاعه العجينه اللي انا عاملاها. ابتدي بقى كده اعجن كويس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ودي طبعا حاجات امنه جدا، انا بص كل شويه بكرر ان دي حاجات امنه، علشان انا عارفه ان في ناس كتير بتخاف على الاطفال وتقول لا دي مش مضمونه، لا دي مش ما فيهاش امان للطفل، لا دي مضمونه وفيها امان عن اللي احنا بنجيبها من الشارع وما نعرفش معموله ازاي، وبتبقى وحشه جدا وبتنشف. بصوا بقى دي بتقعد في الثلاجه، ممكن تقعد مثلا اسبوعين او اكتر طول ما انت حافظاها كويس. بنحفظها ازاي بقى؟ بنحطها في كيس وبنلف الكيس كويس، وبنحط الكيس مثلا لو هما كذا لون بنجمع كل واحدة في كيس ونلف الكيس ونحطها فين؟ في قلب علبة في التلاجة. خلاص تعالوا بقى نعمل اللون التالت، واللون التالت هعمله لكم باللون اللي انا اشتريته من عند العطار، وده لونه اخضر. بصوا بقى الازازة الخضرة دي، ده اللون بتاعها حلو جدا وثابت وتقيل، لكن الازازة اللي هي اللي انتوا هتشوفوها الحمراء اللي معايا دي مش حلوة خالص ونوعها سيء جدا، عشان لو حد حب يفكر يجيب ما يجيبش النوع التاني، يجيب النوع اللي هو الازازة الخضرة اللي انا حطيت منها دي. لكن الشكل اللي انا هوريه لكم الاحمر ده مش حلو خالص. هبتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده نعجن فيها كويس، وبقى خلاص ده اللون الاخضر. يبقى احنا كده عملنا ثلاث الوان، عملنا البني وعملنا الاصفر، هو مدي المسترد شويه بس حلو جدا اهو. خلاص كده انا عايزه بس انت تحكموا بقى على الدرجات بتاعت الالوان، حلوه جدا ومبهجه جدا للاطفال اهو. خلاص كده تعالوا بقى نشوف اللون الرابع اللي هنعمله النهارده تاني، والخطوات سهله وبسيطه وبتقعد زي ما قلت لكم في التلاجة كتير جدا، بس اهم حاجه تبقى طريقه الحفظ هي اللي كويسه علشان ما تنشفش معاكي. بصوا بقى انا ايه، هفصل حته كده صغيره وهقول لكم هعمل ايه، يعني هوريكم اللون الطبيعي ان انا هحطه اللي موجود عندنا في البيت اللي هي البابريكا، وهوريكم كمان اللون اللي هو الصناعي، بس هو امان برضك يعني بيتاكل عادي مفيش مشكله، يعني احنا بنجيبه ونحطه على الحلويات فهو امان برضك. بس هي دلوقتي الازازه ب 20 جنيه، فعلى ايه انت عندك الحاجات دي في البيت في التوابل بتاعتك فتقدري تستعمليها. ادي بقى البابريكا، بصوا ده اللون بتاعها، طبعا الكاميرا مطلعها درجه تانية لكن هو لونه احمر اهو. خلاص كده ادي كمان درجه، بصوا تعالوا بقى نجيب بقى اللون اللي هو الازازه دي. على فكره النوع ده سيء جدا محدش يجيبه، وخفيف جدا، هما طبعا اخر شويه عندي بس مهما تضيفي فيه ما بيفتحش ما بيغمقش بسرعه، يعني لازم تضيفي كميه كبيره علشان يديك النتيجه اللي انت عايزاها اللي هو اللون الاحمر. لكن انا ضفت طبعا الكميه اللي عندي فهتطلع لونها، هيبقى لونها بينك، وبرده هتبقى درجه مختلفه بالنسبه للالوان اللي محطوطه عندي، فبرده حلو مش وحش. بس انا ليه بقول لكم ان النوع ده وحش؟ لو حد حب يجيبه في الحلويات بياخد كميه كبيره جدا، بتقعدي تدلقي تدلقي عشان يديك الدرجه المطلوبه. لكن الازازه البيضه الثانيه اللي هي اللي عملت منها اللون الاخضر دي، دي النوع بتاعها حلو جدا. بص بقى ببتدي افضي كده الكميه كلها علشان يغمق لون العجين شويه ابتدي بقى اجيب الحاجات دي يعني واعمليها لاولادك في البيت وهم قاعدين، هتلاقيهم بص فرحانين جدا جدا بيها. بالنسبه بقى للازازه اللي انا بوريها لكم دي، بجد سيئه جدا وماركه وحشه جدا، لكن الازازه البيضه الخضراء اللي هو فيها اللون الاخضر ده، النوع ده حلو قوي. اللون الاحمر بقى اللي انا وريتها لكم دي لازم تضيفوا منها كميه كبيره عشان تديكوا اللون المطلوب، لكن الثانيه الخضراء دي بصوا بتضيفوا منها كميه صغيره جدا وبتديكي لون تحفه بصراحه. النوع ده حلو قوي، لكن الازازه اللي هي الحمراء دي بصراحه وحشه خالص خالص خالص. فلو حد حب يجيبها عشان يعمل بيها حلويات او حاجه، ما انصحش ان انتوا تجيبوا اللون اللي هي الازازه اللي كان فيها اللون الاحمر، لكن هاتوا من النوع اللي هو عملت منه اللون الاخضر. خلاص كده بصوا طلعت بقى ست الوان كده زي ما انتوا شايفين، ودرجات تحفه تحفه بجد. ده لونها الالوان دي مبهجه والاطفال بتفرح بيها جدا، ولان بتقعد معاهم وقت طويل. وعايزه اقول لكم دي النتيجه، بصوا بقى ساندي عملت دونات وعملت وشجره الكريسماس وعملت كمان هوت دوج ساندوتش كده، ده شكله
بصوا تحفة تحفة تحفة، ايه رأيكم؟ ما تنسوش بقى تجربوها، وما تنسوش بقى تحطوا له اللايك وتشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد ووصفات جديدة، ويا رب النهاردة يكون الوصفة سهلة وعجبتكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.